إذن مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلعة سراغنا. إذن متابعينا كما كتشوفوا معنا واحد المجموعة ديال الشباب، شباب مدينة قلعة سراغنا في هذا الأثناء التي قوموا بواحد يعني بواحد المبادرة نبيلة لعمال النظافة، وهي وجبة إفطار. إذن متابعينا غتبقوا معنا في هذا البث المباشر من مدينة قلعة سراغنا، واللي من خلاله غنرافقوا هذه المجموعة ديال الشباب في توزيع وجبة الإفطار لهاد الناس، يعني عمال النظافة اللي من هذا المنبر تنحيوهم وتنوجهوا لهم الشكر والتقدير. إذن متابعينا كما قلت، فهذه مجموعة شبابية، مجموعة من الشباب مدينة قلعة سراغنا، واللي اليوم كنشوفهم في هذه المبادرة النبيلة تجاه عمال النظافة. ف عمال النظافة واللي هما جنود الخفاء وجنود كورونا كذلك، اللي ضحوا بالغالي والنفيس يعني من أجل المواطنين ومن أجل نظافة الشارع العام. يلا الشباب، إذن متابعينا غادي ينطلقوا على بركة الله مع هذه المجموعة من الشباب في اتجاه يعني كل أزقة وشوارع مدينة قلعة سراغنا لتوزيع وجبة الفطور على عمال النظافة بالمدينة. الشباب التوني ديالي فين هو؟ إذن مشاهدينا كما كتبوا معنا في هذا الأثناء، كما قلت متابعينا غادي ينطلقوا على بركة الله مع هذه المجموعة من شباب المدينة ولتوزيع وجبة الفطور على عمال النظافة في المدينة. تحية كبيرة لعمال النظافة، وتحية كبيرة كذلك لهذه المجموعة الشبابية، وتحية كبيرة لكل من ساهم أو ولو هذه الفكرة الرائعة، وهو هذه الالتفاتة إلى هذه المجموعة ديال العمال وهما عمال النظافة. يستحقوا كل التقدير. الله يعطيكم الخير. إذن كما شفتوا معنا متابعينا في هذا الأثناء جولة بمدينة قلعة سراغنا مع شباب المدينة، مع هذه المجموعة الشبابية
اللي كتقوم بهاد المبادرة النبيلة في اتجاه عمال النظافة بالمدينة. الشكر كل الشكر لهذا الرجال، الشكر كل الشكر لعمال النظافة اللي عندهم واحد دور كبير في نظافة أزقة وشوارع المدينة، فتحية لهم. وتنعرفوا أن هذه المهنة النبيلة، أن هذه العمال اللي يعني شكرا شكرا لهم. إذن متابعينا، كما كتبوا معنا في هذا المباشر من مدينة قلعة السراغنة، وكما شفتوا معنا في هذا الأثناء واحد المجموعة من الشباب اللي قاموا بواحد المبادرة، يعني مبادرة رائعة، فالشكر كل الشكر لهذا الشباب. وكذلك في اتجاه عمال النظافة، فالشكر كل الشكر لهذا الرجال، يعني اللي تقوموا بواحد العمل نبيل وهو تنظيف أزقة وشوارع المدينة في هذا الأثناء أو منذ الصباح الباكر. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، كما تتابع معنا في هذا المباشر، لازلنا في هذا الجولة الصباحية مع هذه المجموعة، مجموعة من شباب مدينة قلعة